الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى نشرتنا الاقتصاديه. ارتفع مؤشر سوق دمشق للاوراق الماليه هذا الاسبوع اكثر من 111 نقطه ليغلق على قيمه بلغت اكثر من 1112 نقطه، وبلغت قيمه تداولات السوق حوالي 70 مليون و500 الف ليره سوريه من خلال تداول 518704 اسهم. وحل قطاع المصارف اولا من حيث قيمة وحجم التداولات، تلاه قطاع التأمين في الصناعة. أعلن مساعد وزير النفط الإيراني جواد أوجيه أن بلاده تخطط لأن تتخطى عائداتها من تصدير الغاز الطبيعي 10 مليارات دولار سنويا، وأشار إلى أن إيران تسعى لتطوير حقولها ورفع إنتاجها من النفط والغاز، موضحا أن حجم صادرات إيران من الغاز الطبيعي سيبلغ العام المقبل نحو 100 مليون متر مكعب في اليوم. خفضت الأمم المتحدة مجددا توقعاتها للنمو العالمي التي ينتظر أن تبلغ 2.3% في العام الحالي، مرجحة أن ترتفع النسبة إلى 3.1% في عام 2014. قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وفي تقرير له قال إن عدة عوامل لا تزال قائمة يمكن أن تعرقل الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، وهي الانعكاسات السلبية للإجراءات النقدية المتخذة في اليابان لتحفيز الاقتصاد وصعوبات الميزانية في الولايات المتحدة وأزمة منطقة اليورو. إلى ذلك، أكد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو ما زالت صعبة، ودعا دراغي الحكومات الأوروبية إلى أن تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وإقامة اتحاد مصرفي وأن تعزز روابطها، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في بعض دول منطقة اليورو يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي. وقبل الختام، نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. نهاية أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى لما ومحمد، شكرا للمتابعة. شكرا طاهر.